خبر وفاة ام زياد. السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب ام زياد ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ام زياد. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. من هما حمدي ووفاء؟ بدأ الثنائي نشاطهما عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ أكثر من عامين، يقومان بتصوير أدق تفاصيل حياتهما اليومية في صورة مقالب لجذب المتابعين. لديهما أكثر من 2 مليون مشترك عبر قناتهما، تحقق مقاطع فيديوهاتهما ملايين المشاهدات. لديهما 4 أطفال صغار يشاركونهما بالمقاطع. سبب وفاة اليوتيوبر ام زياد أخته حمدي ووفاء نجمة يوميات، حيث تناقلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة اليوتيوبر ام زياد اخت حمدي ووفاء صاحبة قناة يوميات ام زياد. وشكل نبأ وفاة ام زياد صدمة كبيرة لجمهور متابعيها ومحبينها في الوطن العربي الذين عبروا عن بالغ حزنهم لتلقيهم خبر الوفاة، كما قدموا التعازي لعائلة الراحلة. وتساءل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الراحلة ام زياد عن سبب الوفاة، خاصة ان الوفاة جاءت بشكل مفاجئ ولم يتم الاعلان سابقا عن مرضها، وحتى اللحظة لم تعلن الجهات المقربة عن تفاصيل سبب وفاة ام زياد. ورجح بعض المتابعين انها ماتت بسبب فيروس كورونا، كما تنقلت صفحات اخرى ان سبب الوفاة نتج عن استنشاق البخار وتدهور حالتها الصحية، لكن لم يتم تأكيد هذه الانباء التي يتم تناقلها في الساعات الاخيرة. وفي مقطع